تخطيط وجهد وعرق ومعوقات. كلمني عن البداية يا كابتن. احنا طبعا حضرتك عارف ان احنا ابطال القارة وابطال العرب 98 و2000. تمام يا كابتن. احنا خدنا البطوله العربيه وافريقيا عربيه كاس عالم ثم اولمبياد سيدني، خدنا البطوله الافريقيه في الجزائر، وبعد كده حصل حرمان للمنتخب المصري 4 سنين بسبب اخطاء اداريه وكده، فحرمونا الاتحاد الافريقي من المشاركات لغايه 2004. طبعا كان صعب علينا ان احنا نرجع بسرعه كده بسرعه، وخاصه ان الكرسي طبعا حضرتك عارف ان الكرسي بيتغير وبيقدم، الدنيا مكلفه كمان. فمن 2004 بدانا نتاخر في الحقيقه، بقينا 2004 الثالث 2007 الثالث، ثم قعدنا في حرمان تماما لان ما عندناش كراسي متحركه، والكرسي المتحرك طبعا غالي. ثمنه كام الكرسي يا كابتن؟ الكرسي يعمل من 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 100 ل 120 ل 150 ألف جنيه ان شاء الله، رقم كبير. تمام يا كابتن. جينا من 2011 كده، وبعد المشاكل اللي هي بتاعت اللي مرت عليها مصر وكده، فانا فضلت ان انا اقعد في البيت يعني ما وكده، وقعدت لغايه من 2012 لحد 2016 الى ان تم استدعائي تاني مره اخرى. بدأت وانا مع المنتخب دوت ما اقدرش، لان مع المنتخب دوت يعني لما كنت بفضل ده ولا الفرق الاصحاء كنت بفضل ده، لو فضلت بين ده ولا ده لا بفضل الجماعه دول، يعني انا يعني في رابطه بينهم وكده ارتباط جامد. 2016 الحمد لله اشتركنا في بطوله افريقيا في جنوب افريقيا وحققنا المركز الثالث، رجعنا تاني 2020 2019 برضو في جنوب افريقيا وحققنا المركز الثالث والميداليه البرونزيه. دي كانت البدايه الحقيقيه بقى. رجعنا بقى تاني كده. وبدا في بقى عناصر شابه صغيره بنطعم بيها الفريق، ويمكن دي الميداليات بتاعه 2017 2017 و2019 دي الميداليات اللي حصلوا عليها المركز الثالث، اللي كانت يا جماعه البدايه ليه الميداليه اللي بيلبسها احمد دلوقتي والكاس اللي احنا شايفينه ده. يعني انا بس عايز اوصل قد ايه فعلا بيتعبوا، يعني بجد، يعني انا يعني بجد انا حاسس باللي هم حاسين بيه، وقد ايه هم بيتعبوا وقد ايه هم بيبذلوا مجهود. الحقيقه ربنا معاكم. ده احنا من جنوب افريقيا، يعني احنا البدليتين دول من جنوب افريقيا، يعني افريقيا دايما جنوب افريقيا لما بتعمل بطوله عايزه تاخدها، احنا كسبناها في المرتين. جينا المره دي طبعا واجهنا مشاكل وصعوبات كبيره جدا، احنا ما كناش عارفين هتلعب في اثيوبيا ولا مش هتلعب، هتتلعب في التوقيت ده ولا مش هتلعب، لان حضرتك عارف طبعا الاحداث اللي مرت بيها الكورونا والدوله طبعا كان عندهم مشاكل وبتاع، في بطولات كتيره اتلغت. بدانا في فتره احنا بطوله يوم 20، واحنا بدانا تدريبات المعسكر يوم 1 يناير، يعني ما كملتوش اسبوعين ثلاثه. كان عندنا بقى لازم تحدي وتحدي صعب. طب مين اللي وفر لكم الكراسي يا كابتن؟ ما فيش، هي الكراسي زي ما هي، الكراسي اللي هي من 10 سنين الكراسي الحقيقه اللي عندنا من 10 سنين. لك تتخيل يا كابتن هيثم ان احنا بنتمرن من 5 الصبح لظروف الملعب، ما فيش ملعب، يعني الملعب مش متاح لينا الا 5 الصبح، والولاد بينزلوا يتمرنوا 5 الصبح، ينزلوا ياخدوا كرسيهم ونخش نفتح النور ونتمرن. تمرنوا فين؟ في المركز الاولمبي. في الحقيقه ناس مشكورين جدا هم طبعا مع ضغط ده الوقت بتاع المتاح، هم مش في ايديهم حاجه لا خالص. اتمرنا من اتمرنا 5 الصبح ل 8:30 الصبح، وبعد كده كمان في فتره مسائيه من 2 على طول ورا بعض، من 2 ل 4، وفترة تانية بتاعة الإعداد البدني، صالة الإعداد البدني بتبقى لمدة ساعة من 6 ل 7 أو من 5 ل 6. اللعيبة اتحملت كتير قوي 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 قوي، وواجهنا صعوبات كتير ومش في إيدينا، لأن حضرتك طبعا عارف ونجم كبير إن ده جهد لما بيبقى في فترة قصيرة، ومرنهم 3 مرات وحمل شاق، لأن أنا وقت ضيق بحمل عالي جدا قوي. فانت الدنيا بالنسبه لك كانت صعبه. كان عندنا مع طبعا ذلك الولاد كان عندهم تحدي قوي جدا. الحمد لله. احنا قبل ما نسافر بيوم
انضربنا في اربع لعيبه ومدرب كورونا. خبر ابيض. قبل ما نسافر بساعات. هم اخبارهم ايه دلوقتي؟ لا الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. بس وقت السفر كانت ايجابيه. عندنا ثلاث لعيبه. لا ما فيش. قبل السفر بساعات. انا عارف قبل السفر المسحه بتاعت السفر. ما سافروش معانا. ما سافروش. مدرب وثلاث لاعبين. ما سافروش اربع لعيبه. اربع لعيبه. انتوا كلكم كام لعيبه يا كابتن؟ احنا 12. 12 لعيبه. احنا المشكله يا كابتن كمان ان احنا لما جينا نعمل المعسكر عندنا ثلاث لعيبه محترفين في الدوري الاماراتي من الاعمده الاساسيه. كان صعب ان احنا نجيبهم. وقلت للابطال قلت لهم هنلعب من غيرهم وهناخد البطوله. ثلاث لعيبه من الاعمده الاساسيه. ما قدروش يجوا. ما قدروش يجوا. عندهم الدوري هناك شغال. ورحت بطولة افريقيا ناقص كورونا وناقص المحترفين. كورونا والكلام. في اللعيبه دي ابطال وعنده ده لما رحنا هناك كمان انضربنا في اثنين قبل المباريات. ايه ده؟ يبقى انت كده فقدت سته. بنلعب سته. ست لاعبين. انتوا كنتوا بتلعبوا هناك ست لاعبين؟ ست لاعبين. لعبتوا البطوله كلها ست لاعبين؟ ده انا